اس عشق میں مر جاوا. ديبراج سينغ، انا قبلت اتحداك وما رح اتراجع، وتذكر منيح انه اللي بدك اياه ما رح يصير، لانه انا ماني وحده من هدوك الناس اللي بيطيعوك. الوقت اللي بيثبت هالشي يا اروهي، انت رح تيجي لهون مهزومه وتوقفي قدامي اول ما يخلصوا ال 12 ساعه اللي رح يبلشوا من هلا. منشوف. الظاهر ديب شكله عم يتحداني بثقة كتير كبيرة، وهذا الشيء بيعني انه هو عم يخطط لمؤامرة كبيرة ضدي. شو ناوي يعمل؟ شو هاد يا ديب؟ انت واروهي على شو ترهنتوا من شوي؟ اعطيني خليني نظف لك قميصك. أنا قلت من قبل يا نيترا أني ما رح أشرح هالقميص أبداً لحتى تجي أروهي تغسله بإيديها. ديب شو اللي بدك يا؟ أنت بدك مرة تانية تغسل لك تيابك ومرتك لساتها موجودة هون ببيتك؟ ليش؟ أنت هلأ عم تسأليني هذا السؤال؟ مين هو يلي كان عم يحاول يغشني؟ أنت بتسمي حالك مرتي وبعدين بتروحي بتشتركي مع أروهي ضدي؟ أنت فكرتي أني ما رح أعرف أنا غبي شي نيترا؟ أنا مالي فهمان ليش عم تعملي هالتمثيلية كلها؟ ما أنت بتكرهيها لأروهي؟ ممكن تقليلي هلأ ليش تزوجتيني؟ أنا تزوجتك لأني عن جد بحبك، بس أنت شو السبب؟ أنا ما عم بقدر أفهم. بس خلص، أنا ما بدي أسمع منك أي كذبة جديدة. تركيني لحالي، وكمان في غرف كتيرة بهذا البيت، خدي غراضك على شي مكان تاني. رح تنامي بغرفة تانية. انت بتسمي حالك مرتي وبعدين بتروحي بتشتركي مع أروهي ضدي؟ في غرف كتيرة بهذا البيت، خذي غراضك على شي مكان تاني. رح تنامي بغرفة تانية. نفسها بتكون ساعة البابا. هي ساعة أبي. لا ليكون هاد بابا. بابا اسمعني. لا هذا ما نو أبي. هذا بيكون نفس حارس الأمن اللي أنا اتفقت معه لحتى يبقى مع أبي ويحميه. الظاهر إنه مات. هالشي بيعني إنه حياة أبي بخطر كبير. مين في هون؟
ما رح تهرب. سيدي انتو شو عم تعملوا هون؟ اذا اي حدا بيشوفكن هون رح يكون في مشكلة كبيرة. خليهم نشوفه، هن لازم يعرفوا شو هي غايتنا. يمكن انت نسياني هذا الشيء. سيدي انا ما نسيت اي شيء، انا متذكره مني حدا في وليش اجيت لهون. سيدي ما تخاف، الاسعاف جاي لهون بسرعه. انا ما معي وقت كتير كبير، انا رح اعطيكم مهمه انتو الاثنين قبل ما انا اموت. شو هالمهمه؟ شوفوا هالصوره هي، هذا الوش هو لشخصين، ديب وراج، واحد من الاثنين بيكون عميل سري، هو اللي عم اشتغل معنا، والتاني هو مجرم كتير كبير عنده خطة خطيرة ليدمر البلد. خطة شو؟ خبرنا. الخطة تبعه هدفها انه يقدر يدمر اقتصاد هالبلد ويخرب كل شي بنملكه، وبعد ما يعمل هالشي هو بده يهرب ويطلع لبرا البلد. شو لازم نعمل؟ انتو الاثنين لازم تكشفوا بسرعة اذا كان الشخص اللي نجا هو عن جد العميل السري ولا بيكون المجرم، واذا كان هو المجرم لازم تقدروا توقفوه باي طريقة، وما لازم تخلوه نفذ المؤامرة تبعه لو شو ما كان تمن هالشي. رح نمسكه، اطمن. سيدي اهدى. لا اهدى. لا 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 سيدي. لا لا ما رح يصير عليك شي. انت بتعرفي كتير منيح يا نيترا قديش هالمهمة بالنسبة لنا مهمة، بس من الواضح انه انت ما عندك اي اهتمام فيها. انت بلشت تخافي على ديب راج سينغ اكتر من خوفك على البلد تبعه. سيدي انت شو عم تحكي؟ الواضح من كلامك انك عم تشك باخلاصي. انت بتعرف اني ممكن ضحي بحياتي كرمال بلدي. عن جد؟ بتعرفي شو عم فكر؟ البنت اللي كانت فيها تضحي بحياتها كرمال بلدها هي هلأ ميتة بحبه لديب راج سينغ. سيدي مو هيك، انت فهمان الموضوع غلط. لكن ليش لسه ما حلتي هالقضية يا نيترا؟ إذا كان ديب راج سينغ هو المجرم فوقتها هو ممكن يكون بشكل أكبر تهديد لبلدنا، وانت لهلأ ما عملت شي بمهمتك. هاد مو شي شخصي يا نيترا، هاد الشي بيتعلق بملايين الناس. إذا نجحت خطة ديب راج سينغ ساعتها كل شخص طيب وفقير بهالبلد ما راح يفكر بأي شي تاني غير الانتحار. سيدي إذا بعرف إنه ديب هو المجرم الحقيقي فوقتها أنا ما رح أتوانى ولا للحظة إني ألقي القبض عليه، وإنت بتعرف هالشي. المفروض ما تتأخري أكتر، ما معنا وقت كتير، ولا تنسي بأنه قضية تارا لسه ما تسكرت لهلأ. اللي بدنا نعمله لازم نعمله بسرعة. أنا متذكرة سيدي، تحت أوامرك. ممتاز، يلا ترانك. خلي عينك عليها. قدر يهرب مني. لا تتحرك. مين انت؟ سيدي في شي أنا مو فهمانته. نيترا عم تشتغل لحسابك مو؟ طيب لكن ليش أنت عم تطلب مني إنه خلي عيوني عليها؟ لأنه نيترا عم تشتغل لحسابي أنا مو العكس. سيدي أنا لساتني مو فهمان الشي. أنت مو ضروري تفهمي شي، ماشي؟ أنت بس اعملي مثل ما بقلك. حاضر سيدي. شوفي أنت عم بتفكر بشي مهم صح؟ احكي بشو عم تفكر سيدي؟ يلا احكي. رح احكي، رح قلك. اذا ما حكيت رح تصرعيني. انت قلت شي سيدي؟ انا عم بقول ديب ليش واثق بحاله كتير وانه رح يفوز بالتحدي مع اروهي؟ بقصد انه كيف بيقدر يكون متأكد انه اروهي رح تجي على بيته
وحتى أنا رح تعمل شو ما بده. غريب ما هيك؟ لك إيه شو صار؟ ليش عم تبكي؟ أنا ما قلت أي شيء لسه لحتى تبكي. سيدي أنت بتعرف منيح قديش أنا حنونة وعاطفية. أنت كيف رح تقدر تفهم عواطف المرأة؟ أروحي كانت مرته لديب يا سيدي، لهالسبب هي لازم يكون لسه في عندها حب وعواطف عميقة لديب يا سيدي، وكمان هي مرة هندية وهي كمان لازم ترجع له لديب وتتزوجه. أنت أكيد أكبر ملكة بالدراما وبالمشاعر كمان. خدي مسحي دموعك، يلا مسحيهم بسرعة، بكفي بقى بكي يلا. ديب انت شو عم تعمل هون؟ دايما بتاخد قرارات متسرعة وبعدين امك بدها تقعد تدور على حلول لكل هاي المشاكل. اروهي ما تركت اي طريقة ما استخدمتها لحتى تدمر لك حياتك، حتى انها كانت عم تحاول انه تبليك بجريمة قتل تارا، وانت بدك تجيبها لهالبنت المحتالة لجوات هالبيت. انت بتعرف شو اللي عم تعمله يا ديب؟ أنا بعرف كتير منيح يا أمي شو اللي عم أعمله. وإنت مفكر إنه أروهي رح ترجع على هالبيت هيك بكل بساطة؟ افتح السبيكر يا ديب، أنا كمان بدي أسمع شو رح تحكي أروهي. شو الموضوع؟ لا تكوني اشتقتيلي لدرجة تتصلي فيني بهالوقت المتأخر. لا تقلق كتير، لأنه لسه في وقت قبل ما تخلص الـ12 ساعة. وقتك رح ينتهي بكرة الساعة 8 الصباح. صدقني أنا رح خلص عليك قبل هالوقت، وبوعدك إني ما رح أتركك عايش ديب. اللي بدك يعني يكون تحت أمرك، بس استنى ورح تشوف شو رح أعمل فيك. معناها أنا هلأ رح ضلني قاعد وناطرك للصبح يا أروهي. ديب هاي البنت. أمي لا تقلقي علي أبدا، أنا بعرف منيح شو عم أعمل، وأروهي أكيد رح تجي. أنا أخذت قرار دارسه كتير منيح يا أمي، أنت روحي وارتاحي بغرفتك، أنا رح ضل ناطرك هون للصبح يا أروهي. انت قاعد هون ومرتاح، واروهي ما انا مفكره تيجي، وانت بس خليك قاعد وناطر. انسى ديب، اروهي ما رح تيجي ابدا، وبكل الاحوال انا ما بدي اياها ابدا تخطي ولا خطوه وحده بهالبيت. هي اكيد رح تيجي يا امي. يا قدير هاي عن جد اجت. اهلا وسهلا اروهي، مبين عليك تعبان كتير، بدك عصير؟ لك انت ما على كل إن لسه في دقيقتين لل 12 ساعة. أنت بتتذكري أنا شو قلت مبارح بالتحدي؟ وقت كبيتي العصير علي أنا تحديتك إنه أنت اللي رح تغسلي لهالقميص. أنا هلا رح أشلحه لقميصي لتغسليه بإيديكي. تعالي.
يلا بسرعة. وافي برمي تذكري منيح انه القميص وسخ كتير وما رح ينضف من غسلة واحدة لانه انا ما بحب الوسخ ابدا. وافي انت اكيد بتعرفي وين الحمام مو هيك؟ بس قبل ما تروحي تغسليه لسه في شغلة تانية بدها تنظيف. انت كمان كبيتي شوية عصير على بوطي وبده تنظيف. مهيش جيب ممسحة نظيفة للمدام مشان تنظف لي فيها بوطي. ها هاي الممسحة. أنا غيرت رأيي، أنت مكانك ماله، أنت هلأ لازم تعملي لي أكثر من شغلة. لحد امبارح أروهي كانت عم تهدد ديب بإنها رح تقتله، واليوم هي عم تساوي له كل شيء بده إياه. يا ترى ليش أروهي عم تعمل كل هالشيء؟ شو اللي صار وخلاها تتغير؟ أنا هلأ مجبورة أعمل هذا الشيء ديب. اسمعوني، هدول البطاقات ورتبت لكم كل شيء لتوصلوا بأمان. يلا روحوا. أنا بعتت أهلي لمكان آمن وكتير منيح، بس أنا ما عم بعرف كيف هو وصلهم. لا تتحرك. مين أنت؟ بابا قل لي كيف اجيت لهون؟ أروهي؟ بابا بابا حبيبتي. بابا يلا طمني، انت منيح؟ جاوبني. ايه حبيبتي. بس بابا انت ليش هون؟ ايه لأنه بلش العد التنازلي ديب، ولو شو ما كانت الخطة اللي عم تفكر فيها رح تضطر تفكر كتير منيح، لأنه في صدمات رح تجي عليك. يلا جهز حالك للعاصفة اللي جاية بطريقك. انت ليش لسه قاعدة لهلا؟ هالناس صبروا كتير يا أروهي وصار بدهم يعرفوا كيف هالبنت اللي كانت لحد مبارح بتكرهني وبدها تقتلني هلأ اليوم صارت جاهزة لتكون تحت أمري. يلا قليلون، قديش أنت بتحبيني لحتى عم تعملي كل هاي الشغلات؟ بابا شو ما كان اللي صار معكم، أنا متأكدة أنه كله صار بسبب ديب. بابا هو وحش وأنا ما رح أرحمه وما رح أتركه عايش. وقفي وقفي يا بنتي. لا حبيبتي ما رح نستفاد، نحن ما منقدر نعمل أي شيء لديب لأنه هو عم يراقبنا على طول، وإنتي بتعرفي شو أكتر شيء غالي علينا اللي ضلينا مخبينه وكل هالسنين الطويلة. هالشي راح واختفى بشي مكان مجهول. بابا
إيه حبيبتي، وأنا بشك إنه ديب هلأ صار بيعرف عنها كل شيء. لا، اللي بابا كيف ماما؟ طمني عنها، هي منيحة مو هيك؟ أنا لي زمان ما حكيت معها. حبيبتي، أمك ما أنا موجودة بقى بهذا العالم. شو قلت لي؟ ماما، ماما لا، مستحيل هذا الشيء. بابا أنت ليش ما قلت لي من قبل؟ ليش ما خبرتني؟ ليش ما خبرتني إن أمي ما بقى موجودة؟ لا. أنا بعرف يا أروهي بأنك هلأ عم تتمني لو تقدري تخنقيني، بس ما بتقدري تعملي أي شيء. دي بس بكفي لهون بقى. أروهي اطلعي من هون فورا. لا أمي، أروهي رح تبقى هون بالبيت ومعي بغرفتي. ديب انت شو عم تحكي؟ امي لا تقلقي من هالشي، هي ما رح تنام جنبي على التخت، بس هي رح تنام على الارض بدون شي. مثل الممسحة. شو اللي عم بيصير؟ أروهي ليش ما عم تحكي شي؟ مرحبا، خدي البسي هالفستان. اسمعني منيح، ما بدي البس اي فستان، عم تفهم؟ انا كم مره لازم اعيد واقول لك انه انت ما بتقدري تقولي لي لا على اي شيء؟ انت لازم تلبسيه لهذا الفستان. يلا. بس بدي افهم شو في براسك ديب. اعملي اللي بدك اياه. انا هلا مجبوره اعمل كل هذا لانك بتعرف شو هي نقطه ضعفي، بس هاللعبه ما بقيان لها كثير، رح تخلص. خدي بدك مني ساعدك؟ خليك بعيد عني ولا تلمسني، عم تفهم؟ منيح؟ ليش عم تعمل هالشي معي؟ شو هالسؤال اللي عم تسألي أروهي؟ القدير عطاكي عينتين ومخ كبير وذكي كتير، انت فيهن بتقدري تشوفي أي شي وتفهمي كل شي كمان. معقولة بعد كل اللي عم يصير معك لساتك مالك فهماني أي شي؟ رح يكون من الأفضل إليك إنك تتأقلمي مع أي شي رح يصير معك، لأنه بصراحة انت ما ممكن تقدري تتوقعي شو الشي اللي ممكن أنا أعمله. وإنك كمان تعرفي كل شي دفعة واحدة ما له منيح أبداً لصحتك.
منسي. سيدي، ليش أنت عمرك ما حملتني بين إيديك هيك؟ شوفي نترا، يعني حاسك إنك توترتي من شوفة أروهي وديب مقربين من بعض كتير. لا سيدي، هالشي ما بيزعجني أبداً، يعني أنا بس متوترة شوي من اللي عم بيصير، وإنه ديب عن جد أخذها لأروهي على الغدا ولا لا؟ يعني هاي خدعة جديدة منه؟ في سبب كتير كبير ومهم ورا رجعتها لأروهي على البيت لعند ديب، لأنه ديب ما بيعمل شيء إذا ما كان مستفاد منه. سيدي بعتقد إنه لازم ألحقهم. أوكي. ليش ديب عم يعمل كل هالشي؟ شو اللي بده اياه؟ اي سيدي، انا ورا سيارته لديب بالضبط. سيدي سيارة ديب اختفت عني. رجعي دوري عليه. ارتاحي واطلبي شي، أنا جاي. مرحبا سيد سنجانيا، كيفك؟ أهلا ديب، ارتاح. ديب؟ مين هي؟ يعني أنا ما شفتها من قبل. هي شو بدكم لألك؟ هي كل شي. شو بتقصد يعني؟ أنا بقصد بكل شي، إنه هي مساعدتي وزميلتي سكرتيرتي، وهي بتعتني فيني كتير. لهالسبب أنا قلت إنها كل شي بالنسبة لي. اسمها أروهي. ليش جابني ديب لهون؟ سيد سنجاني، أنا دعيتك لهون لحتى... أنت جبتني لهون لحتى وقّلك على أوراق القرض، رح يتوقعوا. بس ديب أنا رح يكون إلي شغل معك مقابل هيك شغل كتير كبير. أكيد أنت لازم تكون متأكد من هذا الشيء. أنت بس قول المبلغ ورح تكون رضيان. لا، مو موضوع مصاري، أنا ما بدي مصاري، أنا بدي شيء تاني. شو اللي بدك يا؟ أنا بدي هداك الحبر، وهيك أنا بقدر أطبع بأي وقت ولو شو ما كانت كمية المصاري. الحبر؟ قال لي تطبع المصاري؟ أنت بتعرف قديش الحراسة مشددة هنيك؟ خلاص أنت ما في داعي تقلق من هذا الشيء أبداً يا ديب، أنا بتحمل المسؤولية كاملة لتقدر توصل على المكان الموجود فيه الحبر المطلوب. بس بالنسبة للطريقة اللي رح تطالع فيها الحبر من هنيك، فهي مسؤوليتك انت. انت بتجيب لي الحبر لعندي وانا بجيب لك وراء القرض، بسيطة. شو ناوي تعمل بالحبر؟ مو انا، هاد زعيمي بده اياه. زعيم؟ ايه، انا فشلت من قبل اني اقدر اخد السيف الملكي والالماسات لزعيمي، بس هالمرة انا ما بقدر اني خاطر ابدا بموضوع جلبة الحبر. شو هي خطتك؟ خود هالبطاقة هاي، الحبر موجود هنيك تحت حراسة مشددة من رجال الأمن. أنت رح تروح لهنيك كأنك رجل أمن مثلك مثلهم. لازم تخلي شي واحد ومهم كتير ببالك، هداك المكان بيسكر الساعة 6 المساء، وبهالوقت هاد أنت رح تروح لهنيك وتساوي فيه شغلك. أنا لسه بدي بطاقة مثل هاي. بطاقة؟ ليه؟ لا أروهي كمان، لأنه هي رح تروح معي. ماشي، رح أعطيك إياها. شكراً ديب لأنك رح تأخذني معك.
هلأ أنا بقدر إني شوف كيف رح تسرق الحبر. بالتوفيق. ماشي، باي. باي. عندك ايدين حلوين وقوايا وبيكسروا. بعتقد انه هي الصفقه منتهيه سيد سنجانيا. انا رح اجيب لك حبر آلة الطباعه اللي طلبته، وبعدها انت بدورك رح اجيب لي اوراق القرض. ديب، انا بدي اقول لك انه بالحقيقه انا غيرت رايي. انت ما قدرت تجيب لي السيف الملكي والالماسات اللي طلبتهم منك، لهيك هلا بدي شيء تاني بدالهم. شو اللي بدك يا؟ أنا هلأ بدي منك تعطيني كل شي ليلة وحدة. أنت ساوي لي شغلتي واعتبر أنه الصفقة تمت. فكر بهذا الشي على مهلك، ما تستعجل، أنا رح كون ناطرك بفارغ الصبر. باي. أنا كنت بعرف إنك واحد وسخ، بس ما عم بقدر صدق لحد هلأ إنك صرت بهي القذارة كلها. كان عم يحكي عني وأنت سمعته. شو اللي بدك يا؟ هلأ أنا لازم لبي طلبات واحد تاني مثلك؟ هلأ أنت مانك بوضع يسمح لك إنه تسأليني أي سؤال ولا تبدي رأيك. لا تناقشيني ولا تطلبي أجوبة. كوني جاهزة المساء، في عنا مشوار مهم. انت عجبتيني من اول مره شفتك فيها بالمطعم اروهي، بس ما كنت بعرف انه انت كمان مثلي متلهفه كتير لنلتقي. انا فهمت كل شيء لما وصلتني رسالتك. وليش قاعده انت هيك بعيده؟ تعالي قربي. طيب انا بقرب لعندك. اكيد انت هلا خجلاني مني شوي، ما صدقيني عن جد انت بنت حلوه كتير. ديب، انت هون؟ وين اروحي؟ سامحني بترجاك ديب. انت حطيت عيونك الوسخه على اروحي، واكيد انت رح تتحاسب على هذا الشيء. ومين ما كان اللي بيحط عينه الوسخه على اروحي رح يكون له عقاب واحد، عقوبته هي الموت. لا ديب، أنا ما كنت بعرف إنه أروهي مهمة عندك لهالدرجة. ديب بترجعك سامحني. ديب شو عم تعمل؟ ديب اسمعني منيح سنجانيا، إذا بتفكر تعمل هالشي مرة تانية وقتها ما تلوم غير نفسك. عم تسمع؟ جهز أوراق القرض فورا وأنا رح جيب الحبر. أنت ضربتني. طيب أنا فرجيك هلأ. اسمع، تعال عندي يلا بسرعة. ولا وقفوا وارجوني البطاقات. ماشي، روحوا. امشي وانت موطي راسك، حاولي انك تخبي وشك من الكاميرات اللي حوالينا. وقف، بطاقة التعريف. هاي البطاقات مزيفة، مين انتو وكيف دخلتوا لهون؟ وقفوا.
هاي المكالمة اجت من رقم غريب ومو معروف المتصل، لهيك انا شاكة بهاي المعلومات اذا كانت صحيحة او لا، لانه سيدي مستحيل حدا يقدر يسرق آلة الطباعة بهاي البساطة. طبعا هذا الشيء صعب كتير يا نيترا، بس اذا كانت المعلومات صحيحة فلازم نمسكهم قبل ما يسرقوا الحبر. خلينا نروح يلا. سيدي سيدي الدولاب نازل. هذا القفل سنجانيا معه نص رمز المرور، لازم نعرف الباقي. 13610 ولازم نحل النص الثاني. إذا حطيتي رقم غلط فيه وقتها نظام الحماية المركزي رح يشغل صوت الإنذار وكل طرق الخروج من هون رح تتسكر. لازم نعرف هذا الرمز فورا وبأي ثمن كان. لا تتحركوا. هنن ما لازم يهربوا منا نيترا، لازم نوصل لهنيك بسرعة. عرفت كلمة السر، بس إذا كانت غلط رح ينتهي كل شيء. بقي رقم واحد. هاي وقفوا، اثبتوا بمكانكم، لا تتحركوا. أنا بعرف أنه بتتمني تقتليني بهذا الوقت، بس شي بيزعل، ما رح تقدري تعملي هالشي؟ ديب راج سينغ، انت وقعت، عملت هذا الشيء معي كرمال هاي البنت، ما هيك؟ هلا الشرطة لازم توصل لهون بعد شوي، وخروجك من هون صعب كتير، انت وقعت بمشكلة، انا رح ورجيك. كيف انطفى الضو؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.